طيب، مصر لا تتردد أن تطرق كل الأبواب لفتح الملف بقوة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ. احنا شايفين مصر عملت حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت، ومهتمة جدا في تقديم المساعدات وسرعة إيصالها لأهالينا في غزة. لغاية دلوقتي الناس عمالة تتكلم عن هذا الموضوع، ومناشدات طبعا للتبرع في كل مكان. أهمية وصول المساعدات سريعا وخطورة عدم دخول المساعدات لأهلنا فاسد. صحيح، احنا لو حطينا عنوان هنقول ان مصر بتسابق الزمن. هي بتشتغل على كذا صعيد، في صعيد انساني، في صعيد سياسي، وصعيد حقوقي. لا. على المستوى الانساني الحقيقه الدوله المصريه عندها خبره كبيره جدا في التعامل مع مثل هذه الملفات. في 2014 ده موقف متكرر كان لمده 50 يوم تم قصف غزه من الاحتلال، والحقيقه الدوله المصريه تحركت من الدقيقه الاولى، لانه التحرك السريع يعني احنا بننقذ حياه بني ادمين، كل لحظه بتفرق في حياه شعب غزه وقطاع غزه. على المستوى السياسي الدوله المصريه ليها دور كبير، دور تاريخي الحقيقه بتلعبه دايما في هذا الملف، وبتجبر المجتمع الدولي، وهنا بستخدم هذا اللفظ لما لها من قدره سياسيه. صحيح. بتجبر المجتمع الدولي ان هم يبقى في قرار حاسم لوقف اطلاق النار. ده على المستوى السياسي. على المستوى الحقوقي الوفد المصري الحقيقه في المجلس الدولي لحقوق الانسان، والمجلس الدولي هو احد يعني هي اهم مؤسسه دوليه تتابع اوضاع حقوق الانسان في الدول الاعضاء ال 193، هي والذراع التنفيذي لها اللي هي المفوضيه العليا لحقوق الانسان. الحقيقه انه السفير المصري والبعثه المصريه بيشتغلوا بشكل كبير جدا لتمرير قرار في الوقت الحالي باغلبيه من الدول الاعضاء بالتعاون مع المجموعه العربيه عشان يقدروا ان هم يستصدروا قرار ليكون في لجنه تقصي حقائق تدخل غزه، ولكن صحيح. هناك في كثير من المعوقات الحقيقه، منها التعنت من الجانب الاسرائيلي، وبيحاولوا ان هم يستنزفوا او يحاولوا ان هم يهاجموا قطاع غزه ويكون في ضربه قويه جدا قبل ما نوصل تضييع لهذا، تضييع وقت قد ما يقدروا علشان يقدروا يعظموا مكاسبهم من ارواح بالظبط، لان هم يشعروا برغبه شديده في الانتقام، وده يعني دي طبيعه. انا مش عايز اقول ضربه، لان ضربه دي اقل حده مما يحدث الان. احنا امام اباده، واحنا احنا بنتكلم دايما غزه استاذ احمد لما نيجي نتكلم عليها بناخدها نموذج لانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان، اكبر سجن في العالم. النهارده فيليب لازاراني للمروجين لحقوق الانسان بالظبط، ولا لما احنا نيجي مثلا بندي كورس تدريبي كده في حقوق الانسان، فعايزين انه نشوف اكبر تجاوز ونحلله، فتبقى غزه اكبر سجن في العالم، اكبر 450 ألف دلوقتي مشرد وفي نوع من النزوح الداخلي.